ودي بصراحة يعني في فرق بين، طبعا برضو انا سمعت المؤتمر وشفت شفتك وانت بتتكلم على علي معلول، المقارنة بتاعت بسليماني بين علي وما أيمن بين أشرف. ايمن اشرف. والحقيقة قبل المباراة تبتدي انا قارنت المقارنة دي، يعني قبل الماتش وقبل النتيجة، لان قلت ان علي معلول بيعمل حاجات ما بيقدرش يعملها ايمن اشرف، وايمن اشرف متميز جدا في حاجات تانية، صحيح بيدافع احسن يعني مثلا، بيعمل الكرة الطويلة من عمق من الخط الخلفي وهكذا. بس الاهلي عنده مشكلة، عنده لعيبة مميزة جدا في مراكز، وفي مراكز تانية مفيش لعيبة تقرب قوي من الـ من الـ من المراكز. لا، الأهلي لازم يبقى البديل بتاع المراكز بتاعته يكون يعني قريب من اللاعب الأساسي. ايوه انا فاهم حضرتك تقصد ايه. انا فاهم. ويكون المسألة مش متعلقة بمهارة لعيب فرد، لا، يعني مهارات متشابهة عشان تخدم السيستم بتاعك، مفهوم الأسلوب اللي انت بتلعب بيه. ديانج مثلا، ديانج كمستخلص للكرة مفيش لعيب في الأهلي بنفس القدرة والقوة البدنية بتاع ديانج على الاستخلاص. لما بتكلم على الأهلي، رأس الحربة شريف لهم وصفات، حسام حسن ليهم وصفات، بيرسي تاو مش ممكن يبقى رأس حربة، لا ولا الشحات يبقى رأس حربة، ولا عبد القادر ممكن يبقى راس حرب. بس انت محتاج يا اهلي راس حربه كلاسيكي، راس حربة. مش كات كلاسيكي، لا اللي هو، لا، عرضيات وكروسات واستلام للكره تحت الضغط وحاجات كده. شريف عنده مميزات كبيره جدا، بس شريف ستايل تاني، حاجه تقصد ستايل تاني هستخدمه في ماتشات بشكل تاني، يعني له يعني ماتشات له شكل. الكرات العرضيه لا، مش معقول الكرات العرضيه لازم تبقى لازم يبقى اللعيب فاهم والمدرب كمان واخد باله ان الكرة العرضية اللي بتشكل خطورة ليها مواصفات. طيب هل النهارده السؤال اللي اتساله بيتسو موسيماني في موضوع حسام حسن، ليه ما دفعتش بحسام حسن وبتاع، هل انت شايف انه من وجهة نظرك انه كان هو ده الرد الامثل؟ لا، ما كانش هو ده الرد الامثل. لا طبعا. وبعدين يعني انا لما اتعاقد مع لعيب بجيبه عشان يلعب، يعني انا بروح اقول انا عايز ده وابقى حريص واتفاوض عشان احصل على هذا اللاعب، يبقى لازم هستفيد بيه، فيهاش كلام. لازم. طيب، فكره عقد المقارنه، يعني حضرتك لسه بتقول انا حسام لسه ما خدش فرص في الاهلي، ده ما خدهاش لسه. فكره عقد المقارنه، حضرتك بتقول انا عقدت المقارنه، هل جائز لمدير فني ان يعقد مقارنه على الهواء مباشره؟ لا طبعا. بص، المديرين الفنيين بيقدر يتكلم مع الصحفيين كلام فني بس ايه، اضحك عليهم يعني. أيوه، يعني أيوه، يبقى كلام فني بس كلام معلش، يعني من غير ما اجيب سيرة لعيب، من غير ما يقول اصل انا عندي فلان احسن من فلان. ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش خالص. يعني تقدر تقولها بطريقه تانية. الاجانب بيقولوها، يعني الاجانب، يعني اقصد في اوروبا بيقولوها بالشكل ده، يتكلم مثلا لو هو محطوط في سؤال له علاقه بكده يقول لك فلان الفلاني ادى اللي عليه ولعيب مميز، عندنا غيابات وان شاء الله باذن الله التيم يرجع. شوف خلاص جاوب الاجابه، بس في نفس الوقت ما لا لا هو هيجاوب. انا كنت محتاج ايمن اشرف، ان علي معلول مصاب مثلا يعني، بس انا كنت محتاج ايمن اشرف لان الجناح اليمين بتاع الرجاء مميز جدا، هو والجبهه دي مميزه جدا، انا محتاج القوه البدنيه بتاعت ايمن اشرف عشان هو صحيح مش ممكن يعني يعمل الشق الهجومي بتاع علي معلول، لكن علي معلول غايب، فانا عايز اعوض ده بان انا ادافع كويس مثلا يعني. صحيح. من غير ما تقول هو ايمن اشرف جنب علي معلول ايه، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش تعمل المقارنه. انا بصراحه دي. انا بتفرج على، انا ده انطباعي من انا بتفرج على المؤتمر، اتخطفت من رد، يعني اتخطفت من رد هو كان عصبي يعني. هو كان عصبي ومتضايق من النتيجه، ومتضايق مش من الاداء، متضايق انه ضاع منه هو فوز مهم جدا 4-0 على الاقل. الاهلي كان ممكن يخلص هذه المباراه باربع اهداف، فخساره. انت كده الماتش العوده ماتش صعب جدا يعني.